توفيق. محسوبك المعلم توفيق. اؤمر. الامر لله. مش انت ابو الدكتور احمد ومحمد؟ ايوه انا ابوهم. ايه خير؟ حصل لهم حاجه؟ لا ما حصل لهمش حاجه، بس هيحصل لهم باذن الله لو ما جبتليش حاجه. الله الله الله. طب بالهداوه مش كده امال؟ حقك ده ايه يا سيد المعلمين؟ قول لي ايه العباره بس من الاول بالراحه كده. العباره بالمختصر المفيد ان ولادك نصبوا عليا في مبلغ كبير، وزي ما انت شايف كده العربيه ديت محمله رجاله بشوم بسنك. فلوسي ترجع الرجاله تمشي، فلوسي ما ترجعش الرجاله هتكسر محلتك وعيالك وتكسر عظمك انت كمان. ايه يقولك بقى؟ لا 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 لا، ليه كده يا سيد المعلمين؟ ليه الدخله واللبش دي؟ لو ليك حق واجب تاخده، ما نتفاهم بالراحه كده. ملوش لزوم الرجاله والشوم والتكسير والسكاكين. انت فلوسك كام بالظبط؟ 3000 جنيه. بتقول كام؟ في الحقيقه انا ما اقدرش اكلم وزير التربيه والتعليم في الحكايه دي، لان منع اقامه اي معارض هو قرار امني واكيد صادر من اعلى سلطه في الاتحاد الاشتراكي. تمام سعادتك، بس اسمح لي، يعني على حسب معلوماتي القليله جدا ان السلطه العليا للاتحاد الاشتراكي يهمها جدا ان الجامعات يصفوا الشيوعيين. لا 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 لا، انت فاهم غلط خالص. احنا مش عايزين حد يصفي حد، احنا عايزين كل واحد يعبر عن نفسه بكل حريه ويعمل اللي هو عاوزه، بس بدون دم وبدون مجازر. انا كنت فاهم غير كده خالص. فاهم غلط؟ فاهم اكيد. واللي انت مش فاهمه كمان، في اتجاه دلوقتي لانشاء منابر جوه الاتحاد الاشتراكي. المنابر دي هتعبر عن كل التيارات السياسيه. منابر بمعنى ايه سعادتك؟ مش فاهم. بعدين هفهمك. اللي عايزك تعرفه دلوقتي، مش هقدر اكلم وزير التعليم، وبالنسبه للجمارك ماليش سلطه عليهم، مش هقدر اعمل لك حاجه. يا فندم انا مش عايز حضرتك تعمل لي اي حاجه، العفو. انا عايز حضرتك تعمل لهناء بنتك. عموما هكلمهم يا سيدي واوصيهم، بس هتدفعوا جمارك، هتدفعوا جمارك. ما يقدروش يعفوكوا، لكن ممكن يرعوكوا. قول لي، انتوا جايبين حاجات كتير قوي؟ لا مش كتير ومش قليل. انا هكلمهم واوصيهم زي ما قلت لك، وهديك كارت كمان. ربنا يحفظك يا فندم. يمكن يساعد. العفو يا فندم، طبعا هيساعد، العفو. بس ما قلتيش حضرتك المنابر عباره عن تنصب على الناس يا احمد؟ لا عاش ولا كان يقول كده يا حاج. لا عاش وكان يا دكتور، وجالك عشان ياخد حقه كمان. امال فين سميحه؟ ما تخافش، ما عرفتش حاجه. فلوس الراجل فين يا احمد؟ موجوده يا حاج. ولما هي موجوده ما رجعتهاش ليه؟ كلت علي حقي ليه يا دكتور؟ احنا ما بناكلش حق حد. انا قلت لهم يا احمد على اللي حصل بالظبط. قال لي انكم ضحكتوا عليا حتى خضر. لا لا لا، خضر ما ضحكش عليك ولا عمل حاجه، احنا اللي محقوقين. بس انت برضه يعني كنت محبكها مع محمد قوي. فيها ايه لما تستنى على فلوسك؟ ما احنا بنستنى على البقالين لما نديهم بضاعتهم. الله، فيها ايه لما تستنى انت كمان؟ يا سلام يا اخي، فلوسه هو حر فيها، يستنى ما يستناش، شيء ما يخصكش. كلامك مظبوط يا حاج. اللي يخصنا دلوقتي يا احمد، الراجل ده ياخد فلوسه ويمشي من هنا مرضي. الراجل ده عمل لنا خاطر وكبرنا، ومشى الرجاله اللي كان جايبهم عشان يكسروك ويكسروني ويكسروني المحل. لازم نشتري بخاطره ونرجع له فلوسه. تقب تغطس يا سيد الدكتور، فلوسه ترجع قبل ما النهار يطلع. فاهم ولا لا؟ فاهم، بس ممكن يعني بعد النهار ما يطلع. خلاص، يبقى يبات معانا للصبح. يبات فين بس يا حاج؟ في أي حتة يا محمد. لا لا، يبات فين؟ لا مفيش داعي للبيات، أنا هجيب له فلوسه النهارده دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب.
طب لما هي الفلوس موجوده ما اديتهاش للراجل ليه؟ معلش انا هفهمك بعدين يا حاج. فين فتحي؟ وانت عايز فتحي فيها؟ ما رضيناش نقول لفتحي عشان مراته ما تعرفش تعمل لنا فضيحه. خير ما فعلت. ماشي يا حاج محي، انا هديك فلوسك دلوقتي بس مش هديها لك بالمصري، هديها لك ريالات. ريالات؟ هو الدكتور بيتاجر في العمله ولا ايه؟ ايه ده؟ هي العمله كمان بيتاجروا فيها؟ امال يا حاج، وهتجيب الريالات دي منين يا سي الدكتور؟ بعدين يا حاج، هقول لك بعدين عن اذنكم. ولا ما جيتش؟ فين الريالات اللي كانت في الدولاب؟ انت بتكلمني كده ليه يا احمد؟ يا ستي فين الفلوس؟ اخص عليك، دي طريقه اتكلم بيها مراتك. الفلوس هنا. هنا فين؟ انا شايلها تحت المرتبه عشان ما تتنطرش هنا ولا هنا. معلش سامحيني، اتخضيت اما ما لقيتهاش في الدولاب. انت ايه الحكايه؟ انا دخلت وولعت النور وقفلت الباب وفتحت الدولاب وانت ما صحيتيش فيه. مش عارفه مالي يا احمد، بقيت انام كتير قوي اليومين دول. طب قومي يا سامح، خليني اجيب الفلوس من تحت المرتبه دلوقتي. ايوه دلوقتي يا ستي. يلا بقى. حاضر. بس ال 5000 ريال دول ما يعملوش 3000 جنيه يا دكتور. معلش شوف الفرق قد ايه وابعتهم لك الاسبوع اللي جاي يا حاج. طبعا مش هنحسبه بحساب البنك. بلاش منقره بقى، الله يكرمك. منقره ايه يا دكتور؟ ده انا بخدمك. انت لو حسبتهم بالسعر اللي بره البنك هيفرقوا كتير قوي قوي. تفرق فيه؟ تفرق كتير يا دكتور. سعر البنك اقل من السعر اللي بره يجي 5 ساغ وساعات 7 ساغ. اضرب بقى 7 ساغ في 5000 جنيه، شوف تفرق معاك قد ايه. انت بتتكلم بجد؟ هي الحاجات دي فيها هزار يا دكتور. تمام. الله الله الله، دي بقى الشقه بجد يا حبشي. ايه شقه بجد دي؟ وانا كنت عايش في عيشه فراخ قبل كده ولا ايه؟ يا جدع مش قصدي، بهزر معاك. وصفرة كمان ما شاء الله. دي الجديدة دي ولا مستعملة يا حبش؟ مين اللي جابها لك؟ اقول لك مين اللي جابها لي، بس ما تجيب كتير لحد. ما تقول يا جدع في ايه؟ انا اللي جبتها. في ايه يا حبش؟ ما طبيعي انت تجيب عفشك، عيب ولا حرام يعني انت تجيب عفشك؟ لا بس عرف الجواز يعني ما بقولش كده. عرف؟ عرف ايه يا حبشي؟ يعني اسف فتحي، عرف الجواز يعني اللي ليك واللي عليك، عرف الجواز اللي بيحصل في الجواز يعني. ما ده حسب الاتفاق. هو المتعارف عليه يعني عندنا في العيله ان العروسه بتجيب المطبخ وملزماته والنجف والسجاد. ايوه، ما انا طلعت العروسه جبت الحاجات دي كلها برضه. ما تلاقيك مش دافع مهر ولا عايزني اجوزك اختي واجيب لك النجف والسجاد كمان. ودفعت مهر كمان برضه. دفعت مهر لمين يا حبش يا حبيب اخويا؟ لابوك عم الحاج. يعني انت قصدك ان ابويا ضرب الفلوس في جيبه؟ لا والله العظيم ما قصدي كده. انت هتصيح له ولا ايه؟ لا ده انا ما صدقت عم توفيق وافق انه يجوزني بنته. حرام عليك ما تبص. ايه رايك في الالوان دي؟ هو الراجل كان عايز يعمل لي بلتكنات هنا بس انا قلت له لا، بتقع على دماغي تنمو حاجات كده يعني. لا بسم الله ما شاء الله. ومين الصنايعي اللي اشتغل عندك؟ اسطى شاطر قوي، بعتوا لي الاسطى رغب المواد. ده شغل عينه بقى صح؟ عينه بقى بدليل كان عايز يعمل لي تكعيبه فوق، قلت له لا مفيش داعي والكلام ده. عارف ان الراجل ده مجاملك قوي يا حبشي؟ بعت لك احسن صنايع عنده. طبعا مجاملني مع انه ما يعرفنيش. تعرفنا انا يا جدع. عارف انه يعرفك كويس قوي، وفي بينك وبين بعض عيش وملح. اكتر من عيش وملح، الراجل ده هو اللي مربيني. طب يا اخي طالما مربيك وفي بينك وبين بعض عيش وملح ومجاملك فيا، روح اسال عليه. والله نسيت يا حبشي، دماغي مقلوبه اليومين دول. معذور. إذا كنت مسافر وناسي إن أختك مديحة هتتجوز، يبقى هتفتكر إنك تروح تزور الحاج رغب الموان؟ لا، إن شاء الله أروح أزوره. ده أنا ناوي حتى إن أنا أجل سفري وأحضر فرحك أنت ومديحة. بس ربنا يهدي بدرية بقى. بدرية، سيبك من وقفتك قدام المراية والأحمر والأخضر اللي بتحطيه ده، ركزي معايا. براحتي. حلوة وشايفة نفسي، وأعمل اللي أنا عاوزاه. ومحدش لي يقول علي. لا انا جوزك، انا الراجل وليا اقول عليك ونص، واللي هقوله هو اللي هينفذ. انت سمعاني؟ طب مش لما اعرف الاول هتقول ايه عشان اقولك اذا كان هيحصل ولا مش هيحصل. انا قررت اللي احنا مش هنأجل السفر،
هم عمالين يزنوا علي عشان أجل السفر عشان أحضر حفلة مديحة وحبشي، بس أنا قلت لهم لأ، لا يمكن أجل السفر، وأنت كمان ضروري تقولي لأ ورجلك فوق رقبتك. طب إيه رأيك بقى إني مش هقول لأ عشان الواجب إنك تحضر ليلة أختك، وإيه رأيك كمان إن أنا اللي هعمل لها الفستان؟ يا بدرية أنت ناسية اللي عندنا كفيل وهيحاسبني، والحساب مش هيبقى فلوس وبس، لأ ده ممكن يبقى فيها فسخ عقد، ده ممكن يرحلونا من السعودية، السعودية يا بدرية. هقول إنك مش عاوز تتحمل المسؤولية وعايز تهرب من النقطة. ما هو بصراحة يعني أنا ما كنتش عامل حسابي، آه، وبعدين ما كلف الله نفسا إلا وسعها. يا راجل اتق الله، ده أنت على قلبك قد كده. كل أعوذ برب الفلق، بقولك يا بدرية، مالكيش دعوة باللي على قلبي، خليني في المصيبة اللي أنا فيها. بقى جواز أختك الوحيدة مصيبة؟ ما تكلم أبو مازن وتقول له إنك عايز تمد الأجازة يومين. مش هيرضى، أنا عارفه كويس مش هيرضى يا بدرية. طب خلاص مالكش انت دعوه، انا هنزل السنترال واكلم ام مازن وهي تقول. دي فكره حلوه، ومش بعيد لما يعرفوا انك مديت الاجازه عشان فرح اختك يبعتولنا نقطه. ينصر دينك، اهدي احلى واحلى.